طيب خلينا نروح دلوقتي لزميلتنا منى علشان نتعرف منها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير منى. اهلا بيك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا هدير. صباح الخير عليك. النهارده لطيف، خلينا نعرف التفاصيل مع بعض دلوقتي. يلا بينا. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. قبل ما نبتدي باخبار الطقس خلينا نتعرف مع بعض على متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. هنبتدي مع بعض بالدولار الامريكي، سعر الشراء 18.71 جنيه، 18.78 جنيه للبيع. اليورو 19.68 جنيه للشراء، 19.76 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني 22.91 جنيه للشراء، 23.01 جنيه للبيع. والفرنك السويسري 19.38 جنيه للشراء، 19.47 جنيه للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2.78 جنيه للشراء، 2.79 جنيه للبيع. الريال السعودي بيسجل 4.98 جنيه للشراء، 5 جنيه للبيع. دينار كويتي بيسجل 60.96 جنيه للشراء، 61.24 جنيه للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5.09 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع. أما بقى أسعار الذهب، فعيار 18 الجرام بيسجل 863 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1006 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1149 جنيه، أما الجنيه الذهب بيسجل 8046 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وفي نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة، والأقل في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل.